الامور بتتضح، لانه خلي بالكوا يعني هو عنده هدف في منطقه شمال سوريا، انه بيخرج الدواعش، ينشر الفوضى، ينشر الخوف، يسيطر على المنطقه، يسيطر على ثرواتها. وايضا اردوغان يلعب دور مباشر جدا في عمليه احياء تنظيم داعش، لانه يريد تصدير هذا التنظيم لينا هنا في مصر. واي حد اي حد بقى يقول لك عسو بلاش تبقوا اسرى نظريه مؤامره، نقول له يعني نقطنا بسكاتك. احنا شايفين كل ما الامور تهدى من ناحيه تتفجر من ناحيه تانية. هو الوضع زي ما حضراتكم سمعتوا. ولذلك مثلا انت امام محتل يبالغ في فجوره، لانك لما بتشوف مهما اتكلمنا يا جماعه، يعني مهما اتكلمنا ومهما قلنا انه في وحشيه في التعامل مع السوريين هناك، مش هتبان زي ما يبان مشهد زي ده. سيده سوريه كرديه عجوزه واقفه وبتدهسها مدرعه اردوغان، ده مشهد يتنافى مع اي معنى من معاني الانسانيه، لكن هذا ما حدث. وما ينفعش ان احنا نخبي روسنا في الطين وما نبقاش شايفين. ورونا يا جماعه، ورونا المشهد ده، ورونا المشهد اهو اهو اهو. دي مدرعه اهي عليها العلم التركي. الست اهي، الست العجوزه اهي واقفه بتتحرك اهي. تمام اهو قدام حضراتكم، شفتوا المشهد. هات لنا المشهد ده تاني. ده حاصل من قوات اردوغان، مدرعه اهي، مدرعه من مدرعات اردوغان، الست اهي بتدهسها. انتوا يعني انا اتمنى ان الناس تشوف. هتقول لي ان ده صعب جدا وان نعرضه ازاي والى اخره، اقول لك لكن حصل. يعني انت تستبشع انك تشوفه ولا تستبشع انه يحصل على الارض، وانا وانت قاعدين نتكلم ونقول شعارات ونقول كلام منمق وجميل. اهو يا جماعه الشعب السوري يدهس تحت عجلات مدرعات اردوغان اهو. تمام. هنا دي الوحشيه في اقصى صوره. خليني انا وانت برضو قاعدين هنا، بس انا هنقل لك مشاعر مواطن سوري والبلد بتتضرب، البلد بتاعته بتتضرب وهو قاعد يوصف المشهد. يا جماعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استعاذ من عجز الرجال. الرجالة في سوريا لا حول لا ولا قوة. ليه؟ لأنه في عالم متواطئ عليهم وسايب واحد همجي وبلطجي داخل بيه أسلحته يدهس الناس. سمعونا كده يا جماعة. وهنا أنا أرجو أن تسمعوا إلى هذا المواطن السوري، مش بأذانكم فقط ولكن بقلوبكم أيضا. سمعونا. هنا شارع منير حبيب في القامشلي، هذا ما يريد ان نصل اليه قصف القوات التركية المتواصل على المدن ومحاولة اقتحامهم، هذا ما يريدون ان نصل اليه، التفجيرات في قلب المدن، الجرحى والشهداء هم من المدنيين اغلبهم. هذا هو مدينة القامشلي، منتصف مركز المدينة، شارع حيوي ونشيط، توجد فيه جميع المسيحيين، كرد، عرب، سريان، الجميع موجود هنا. هذه هي افعال الجيش التركي. الثانية الأخيرة من كلامه، من صوته، لما بتخنقه الدموع اللي هو حابسها، لأنه هو لا يملك شيء. يعني قلة الحيلة البلد بتاعته، واللي هو بيقول لك ايه، بيضرب في المدنيين وفي الشوارع وفي المدن. هو الراجل مش رايح لا يحارب قوات نظامية ولا يحارب تنظيم إرهابي زي ما بيقول. أردوغان داخل يا جماعة يضرب في السوريين، المدنيين السوريين. واللي هو جنب الضرب ده، لما تشوف بنفس الإحساس النازحين وهم طالعين، تمام، النازحين السوريين المهجرين السوريين اللي هم بيبعدوا عن، ورونا يا شباب وخلوا الناس تشوف. تمام اهو، يعني دول النازحين من راس العين في شمال سوريا طالعين شايلين حاجات اهو، واحد واخد ولاده وست شايله
طفل رضيع صغير وشايلين يعني ايه اقل المتاع اهم كويس اهم نتفرج احنا بقى يعني مصر في مصر الناس تتفرج تشوف اهو حالة من الخوف وحالة من الفزع وحالة من الرعب منتابة الناس وخلي بالكم الناس دي سايبين بيوتهم سايبين الولاد سايبين مدارسهم سايبين الاماكن اللي عاشوا فيها وتربوا فيها لانه هما بيواجهوا حالة من يعني اخس حالات الاعتداء اللي بيقوم بيها الاخ اردوغان وبيطلقها تحت يعني للاسف الشديد بيطلقها تحت مسمى انه يعني الراجل بيسعى للسلام يعني سلام ايه اذا كنت انت عايز تعمل منطقه امنه عشان ترجع لاجئين سوريين عندك انت بترجع لاجئين سوريين بتشريد الناس اللي موجودين بهذا الشكل اهو الناس بتجري يا جماعه يعني الناس هروب هروب وبعدين في صور كتير بتسجل يعني ده اهو قدام حضراتكم واحنا شفناه في صور بتسجل هذه اللحظات الصعبه جدا اهو دي الصور اطفال صغيره قدامنا اهو حاله شوفوا حاله الست دي كده تخيلوا كل ست في مصر لا ارجع لصوره الست دي اهي حاله الفزع اللي هي فيها دي والنظره بتاعت الولد الصغير ده خلي كل واحده في مصر كده تتخيل احنا كان ممكن يجرى لنا ايه لو مشينا ورا دعوات الفوضى كان ممكن يجرى لنا ايه الصوره دي كانت ممكن تبقى موجوده في مصر طيب خلينا